قلما تجد ابتسامة على محياه، فعادة ما يكون مغليظ الصوت، عبوسا سيء المزاج، وعقدة الغضب تتوسط جبينه، لا يقبل أن يعارضه أحد أو يمازحه مزاحا ثقيلا لجديته وصرامته المبالغة في العمل، كما أنه يكون معتكفا منطويا على نفسه. هكذا يقال عن السياسيين، عن الشخصيات السياسية في العراق، طبعا ليس الجميع، هكذا البعض منهم يتصف بما قلته الآن، ولكنها صورة نمطية سائدة. وعلى عكس الصورة النمطية تلك التي تفند كل ما ذكرناه آنفا، ثمة فيديو متداول طريف جميل متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يرصد نائب كردي وهو يغني ويصفق ويتميل بجسده ويديه فرحا، لكن فرحا بمن؟ لنشاهد. أنا ما أريد يطلع صبح نورك علي كافي، أنا ما أريد يطلع صبح نوركم علي كافي، وما دام عندنا هالبصرة خلوا ضوا طافي حبيبي، وما دام عندنا سعد عيدان خلوا ضوا طافي حبيبي، على مهلك على مهلك يا أبو قديان وشاعر سارع، لا تزعل واحنا ننسى دلالك، والله حيرنا ليالي طوال سهرنا، خليت الفكر صار خلي بالهوى سار، هواريش الجيران طيب يجوي كردستانا، نورك علي كافي، وما دام عدنا أسعد العيداني خلوا الضوء طافي. إذن بروحه المرحة وبصوته الجميل ومواويله وبلغتين العربية والكردية، تغنى النائب في برلمان إقليم كردستان العراق السيد والفنان جلال بريشان، تغنى بمحافظ البصرة السيد أسعد العيداني خلال زيارة الأخير مع وفد المنتخب الوطني إلى أربيل، ترحيبا بهم وتثمينا لما قدموه من فرحة للشعب العراقي وتتويج ببطولة كأس الخليج العربي بنسختها 25. اللقطات المصورة لقد تفاعلا وانتشارا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا أفرزت الكثير من ردود الأفعال والتعليقات التي ستظهر الآن خلفي على الشاشة ونقرأها بالتأكيد. نبدأ من عبود الجميلي. ماذا قال عبود؟ يقول خوش نائب حبيته، لعدش بيهم نوابنا ما عندهم هيجي أصوات جميلة مثل الكراد. تعليق من سمر الجبوري، والله هذا الرجل المناسب في المكان المناسب، أستاذ أسعد العيداني بيض وجوه العراقيين، ابن أصول، اللهم يحفظك بحفظ الرحمن آمين يا رب العالمين. تعليق ومداخلة من جيلان، جميل جدا الصوت الكردي والرقي والتنظيم، ودامت المحبة والسلام بيننا، والله تستأهل، هي تقصد تستاهل، والهمزة لا تكتب ولا يجب أن تمسح. على العموم البصرة يتغنى بها الكردي والعربي، فأهلا ومئة هلا بيك وبجيتك أسعد وبكل اللي وياك جو. تعليق من حازم يقول ترى عيب أسعد عيدان، وين ما يروح المنتخب تروح معاه، شنو الموضوع؟ وبعدين أنت كملت مهمتك وخلاص، هسه ما أدري الواحد يضحك لو يبكي، ولكم كاس غير معترف بي وصار أسبوع تفترون بي، وين تريدون توصلون بعد؟
تعليق من أمير يقول والله خوش نائب، روحه خضرة وصوته يجنن وروحه مرحة، إش بيهم نوابنا لعد غضب وما يتحجون، باوعوا الحيوية والضحكة والجو الحلو بكردستان وابتسموا، ما يصير لكم شي، ترى الحياة حلوة، عيشوا وعيشونا بسعادة، إبداع الغوالي. تعليق من يوثام مانويل، هاي البطولة صح ما معترف بيها، لكن بالنسبة لنا عراقيين انطتنا أمل بوحدة العراق من شماله إلى جنوبه، انطتنا أمل أنه راح نشوف العراق بأمان. يا رب خير لكل عراقي عايش على أرض بين النهرين وكل العراقيين اللي بالغربة.